يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم، وحابب ابتدي الحقيقه باستعاده جزء بسيط جدا من الذكريات. في اوقات كتير جدا، في اوقات كتير جدا وفي بطولات كتيره ومختلفه جوه مصر وبره مصر، كان في الطبيعي انك انت تفقد الامل في تحقيق اللقب. وبفتكر يمكن المثل الابرز على ده مواجهه الاهلي والصفاقسي التونسي في تونس في نهائي دوري الابطال 2006، قبل اللحظه اللي سجل فيها ابو تريكه هدف التعادل للاهلي واللي بسببه احرز النادي الاهلي واحد من اغلى الالقاب. في اللحظه دي، في اللحظه اللي قبل الجون على طول، كنت قايم بسقف انا والناس اللي بتفرج معايا يعني على الماتش، بسقف للعيبه على الرغم انه احنا على بعد خطوه او خطوتين، دقيقه او دقيقتين من فقدان اللقب. في بطولات وفي مناسبات كتير جدا 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 عودنا فيها الاهلي يكون بعيد ويكون وصوله لمنصه تتويج او تحقيق لقب شيء اشبه بالمستحيل، ولكن الاهلي كان دايما بيجي من بعيد، وكان المحرك الاول والاساسي في ده الجمهور. دوريات كتير جدا كنا فيها بعيدين كل البعد عن الصداره وقدرنا في نهايه الموسم نفنش ابطال اللقب. وفي ماتشات كتير جدا وبلس 90 تشهد، مدرسه من مدارس الاهلي البلس 90 تشهد انه الاهلي بيقاتل دايما حتى النفس الاخير. فرصنا ما زالت قائمه. انا بقول ليه الكلام ده وبالارقام وبالحسابات. انا دايما الحقيقه الاهلي عودني ان انا ما افقدش ايماني ولا ثقتي فيه حتى واحنا مش في احسن حالاتنا. وخليني استعرض مع حضراتكم جدول الترتيب قبل مواجهه مهمه جدا بشوفها ممكن الى حد كبير جدا تاثر على فرص النادي الاهلي في الوصول لمنصه التتويج واحراز لقب الدوري. خلينا نشوف جدول الترتيب قبل مواجهه الزمالك وبيراميدز النهارده، المباراه اللي هتتلعب الساعه 9 مساء. في صداره الجدول الزمالك برصيد 63 نقطه من 27 مباراه، وفي المركز الثاني وراه باربع نقاط وتحديدا ب 59 نقطه نادي بيراميدز برضو من 27 مباراه. الاهلي بيجي في المركز الثالث برصيد 55 نقطه ولكن من 26 مباراه، يعني متبقي له مباراه اقل من الفرقتين اللي في المركز الاول وفي المركز الثاني. نتائج النهارده ازاي ممكن تاثر حسابيا؟ خليني اقول لحضراتكم انه بدايه خساره الزمالك النهارده تحيي وتجدد امال النادي الاهلي بقوه وبشده. ليه؟ في الحاله دي رصيد نادي الزمالك هيبقى من 28 مباراه ثابت على 63 نقطه. والاهلي هيبقى قدامه مباراتين اقل من الزمالك بست نقاط. احنا بنتكلم طبعا افتراضا انه الاهلي لابد عليه، ده شيء مفروغ منه طبعا، انه الاهلي يحقق العلامه الكامله في كل المباريات المتبقيه ليه. في هذه الحاله يكون السيناريو زي ما بكلم حضرتك كده. لو الاهلي لعب الماتشين او المباراتين الاقل من الزمالك فيهم يوصل رصيده من النقاط ل 61 نقطه. في الحاله دي يبقى الاهلي ينتظر تعادل واحد في واحده من ماتشات او المباريات المتبقيه. وبرضه باكد مره ثانيه عشان ناس كتير جدا بتلعب على نغمه انه الزمالك لعب اصعب ماتشاته، الاصعب لم ياتي بعد، ومش للزمالك بس، لو بنتكلم كوره الاصعب لم ياتي بعد للاهلي والزمالك وبيراميدز. كل الماتشات المتبقيه في عمر مسابقه الدوري هتبقى ماتشات صعبه جدا بصرف النظر عن ترتيب الفرق. الكل بيقاتل على النقطه مش على الثلاث نقاط. النقطه النهارده تفرق بشكل كبير جدا في تحديد مصير فرق، وخصوصا في معركة الهبوط الساخنة جدا والمشتعلة جدا، واللي مع كل جولة من جولات الدوري بتتغير فيها. عارف لعبة الكراسي الموسيقية بتحصل دايما في قاع أو في يعني آخر جدول الترتيب. فبالتالي خسارة الزمالك النهاردة هي النتيجة الأهم بالنسبة يعني أو النتيجة من وجهة نظري. كلها وجهات نظر تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، تحتمل أنك تقتنع بيها أو تحتمل أنك تختلف معاها. أنا ما بقولش قانون، لكن في النهاية لو ثبت انه الزمالك رصيده يثبت عند 63 نقطه ورصيدك وصل ل 61 نقطه، دخلت بشده وبقوه في المنافسه وتنتظر تعادل وحيد للزمالك في مبارياته المتبقيه. في حال التعادل الاثنين يوصل رصيد الزمالك ل 64 نقطه ورصيد بيراميدز ل 60 نقطه، وهنا نرجع لنفس السيناريو ما قبل مباراه المقاولون والتعادل وخساره النقطتين امام المقاولين العرب. هنا هيبقى الفارق بيننا وبين الزمالك ثلاث نقاط، وبدل ما ننتظر تعادل وحيد ننتظر في الحاله دي خساره وحيده لنادي الزمالك، وده شيء وارد جدا 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 في عمر المباريات المتبقيه. هنتناقش ونتكلم وندخل في التفاصيل
وللاسف دايما يعني 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 كنا بنتمنى، والحقيقه ان الفرق كان واسع جدا بيننا وبين المنافسين، كان عندنا في محفظتنا عدد كبير جدا من النقاط يدينا صداره الدوري باريحيه، لكن قدر الله وما شاء فعل. والخساره احنا تعودنا كده، الاهلي كده يعني، يعني جمهور النادي الاهلي طول عمره، يمكن شويه السوشيال ميديا غيرت من ثقافه الجماهير، يمكن عدم وجود الجمهور في المدرجات، ولو اني الحقيقه بشوف نماذج اكتر من رائعه، يعني جماهير النادي الاهلي بتضرب مثل رائع في مسانده الفريق في كل المباريات، على الرغم من عددها قليل، لكن احساسي انه الاستاد بتبقى مدرجاته مليانه. لكن في النهايه اتعودنا دايما في الاهلي حتى لما بنخسر، الاهم ان احنا نقوم ونقف ونرجع اقوى وافضل واحسن من الاول. النهارده في موضوع مهم جدا هنتكلم مع حضراتكم فيه وهنطرحه طبعا، وهو زياده عدد المقاعد للقارات الخمسه اللي هتشارك في بطوله كاس العالم 2026، واللي بعتقد انها بتدي فرص اكبر. نتمنى بقى يعني اذا كان هيوصل فعلا، وكل ما يطار في الاطار ده من الكواليس بيقول انه عدد المقاعد اللي هتاخدها قاره افريقيا في حال زياده او اقرار زياده عدد المنتخبات اللي هتشارك في نسخه كاس العالم 2026 ل 48 منتخب، عدد مقاعد القاره الافريقيه هيوصل ل10 مقاعد. ايه الحكايه وايه القصه والروايه؟ التفاصيل هتكون معانا في السادسه، بس خلونا قبل ما نبدا حلقتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. طبعا احنا هنا بنتكلم على الجنسيات، يعني معناها كل اللعيبه المحترفه اللي بتحمل نفس الجنسيه، فلما نتكلم على الجنسيه البرازيليه معناها ان كل اللاعبين البرازيليين اللي بيشاركوا في انديه مختلفه في الدوري الانجليزي هم الاعلى على مستوى نسبه تسجيل اهداف بحوالي 81 هدف زي ما حضراتكم شفتوا، وتتوالى بقى الجنسيات سواء الجنسيه الاسبانيه او البرتغاليه او الفرنسيه، وصولا للالمانيه في المركز الخامس. لكن الحقيقه ملاحظه يمكن كتير ما يكونش خد باله منها في الثلاث مواسم الاخيره، والحقيقه دي مرتبطه بشكل مباشر بمحمد صلاح. نمره واحد انه الحقيقه الهدافين التقليديين او الـ او الـ او الاسماء الكبيره اللي مرتبطه بدول كبرى او دول خلينا نقول قوه عظمى في كره القدم، بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الارجنتين، بنتكلم على برازيل، بنتكلم على فرنسا دلوقتي تقدر تقول قوه عظمى، بنتكلم على المانيا. الاسماء دي او النجوم اللي بينتموا للقوى العظمى دي غابوا عن صداره الهدافين في اقوى مسابقه دوري على سطح الكوكب. وارجع معايا كده بالذاكره لاخر ثلاث مواسم هتلاقي انه النسخه الاخيره كانوا هدافينها واحد من اسيا وواحد من افريقيا، نتكلم على صلاح وبنتكلم على سون الكوري الجنوبي. النسخه اللي قبلها افريقيا متصدره، اوباميانج ومحمد صلاح بالمشاركه مع بعض بالتساوي، ونسخة برضو اللي قبلها كان محمد صلاح. فالقصة هنا الحقيقة، وصلاح الحقيقة على بعد موسم واحد من رقم تاريخي إذا ما قدر إن هو يحقق لقب الهداف في المرة السيزن اللي احنا بنبدأه دلوقتي، والبداية كده مبشرة. ردود الأفعال الحقيقة على مباراة الدرع الخيرية بتقول إنه صلاح في حالة يعني روقان وانسجام، وواضح إنه هيكون واحد من نتمنى له التوفيق طبعا، واحد هيكون من افضل مواسمه، فيبقى على بعد موسم واحد من انجاز تاريخي لو حقق لقب الهداف، انه يحقق لقب هداف البريمير ليج اربع مواسم على التوالي. خلينا نروح للاهلي اللي بيرجع مره ثانيه النهارده يستأنف تدريباته قبل مواجهه فاركو ان شاء الله، اللي كان مقرر ليها تلعب يوم الثلاث، لكن المباراه اتاجلت هتكون يوم الاربع ان شاء الله اللي جاي. النهارده الفرقه بترجع مره ثانيه للتمرين عشان تستعد لمواجهه فاركو، مواجهه صعبه غيابات مؤثره، لكن احنا اتعودنا على الصعب. والفرقه اللي وجدت ظروف نفس الفرقه دي، مش بتكلم على زمان، مش بتكلم على اجيال ثانيه، بتكلم على نفس السكواد ده، نفس اللعيبه دي اللي وجدت على مدار الموسم ده ظروف اقصى واصعب بكتير جدا من مباراه فاركو، قادره تقف على رجليها وترجع تصالح جماهيرها من تاني ان شاء الله بدايه من مباراه يوم الاربعاء اللي جاي. خلينا نروح لاهل الجزيره ونطمن من مراسلنا هناك، زميلنا محمد توفيق جاهز ومعاه اخر اخبار استعدادات او عوده الفريق للتدريب مره ثانيه واستعداداته لمواجهه فاركو. مساء الخير يا محمد. محمد مساء الخير، ويعني خلينا ناخد منك فكره كده، وانا عارف انه تمرينه النادي الاهلي يمكن بدات من دقائق، نطمن منك على اخبار عوده الفريق للتمرين مره ثانيه واستعداداته لمواجهه فاركو يوم الاربعاء اللي جاي. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما انت قلت عقب مباراه المقاولون، يمكن الجهاز الفني يعني قرر منح اللاعبين اجازه 24 ساعه، ومن ثم عودة اللاعبين للتدريبات اليوم. يمكن ده التدريب الاول
والاساسي استعدادا لمباراه فاركو المقرره ليها ان شاء الله 9 مساء على استاد الاهلي والسلام يوم الاربعاء المقبل باذن الله في اطار مباراه الجوله 28 من الدوري المصري الممتاز. زي ما انت اتكلمت يا احمد ظروف صعبه جدا، اهمها طبعا هو ضغط المباريات وتلاحق المباريات كل 48 ساعه او 72 ساعه مباراه، كمان غياب يعني فريق كامل من اللاعبين للاصابه. يمكن الفريق بيعود التدريبات النهارده، كان في محاضره بالفيديو في غرفه المحاضرات داخل غرف ملابس النادي الاهلي قبل المران، وكمان فور خروج اللاعبين لارض المباراه لارض الملعب يعني كان مستر سواريش المدير الفني للفريق عمل محاضره نظريه للاعبين في الملعب، طبعا اتكلم فيها عن اهميه هذه المرحله، مرحله مهمه جدا من الموسم برغم الصعاب زي ما اتكلمت، ولكن اعتقد لاعبي النادي الاهلي قادرين على تخطي كل هذه الصعاب. ينقصنا بس يعني توفيق ربنا، وكمان يعني ان ربنا يبعد الاصابات على لاعبي النادي الاهلي، خاصه شايف عدد كبير جدا من الاصابات يا احمد في الفريق. يمكن النهارده ابرز معالم التدريب وابرز العائدين كان محمد عبد المنعم بيشارك في تدريب الفريق اليوم، طبعا مع استمرار وتواجد اكرم توفيق بيرسي تاو كمان موجود محمد محمود، يعني معظم اللاعبين اللي كانوا مصابين اصابات خفيفه ان شاء الله يرجعوا خلال الفتره القادمه، ولكن طبعا في عدد كبير جدا من اللاعبين يمكن مصابين وانتهى موسمهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، يمكن حسين الشحات، محمد شريف، عمرو السوليه، عدد كبير جدا من اللاعبين. نتمنى اللاعبين يكون اصاباتهم خفيفه ان هم يكونوا في اقرب وقت موجودين مع الفريق ويدعموا صفوفه، خاصه في ظل الفترة الصعبة اللي احنا بنمر بيها يا احمد. زي ما انت شايف عدم توفيق بشكل كبير جدا في المباراة الأخيرة، وكمان عدد كبير جدا من الإصابات، ولكن زي ما انت قلت وبنأكد على كلامك لاعبي النادي الأهلي قادرين على تجاوز كل هذه الصعاب. يمكن البداية إن شاء الله تكون من مباراة فاركو، التدريب النهاردة يمكن بدأ ببعض الجمل أو التدريبات البدنية الخفيفة ومن بعدها تدريبات الكرة. فريق ان شاء الله كمان بكره مكمل تدريباته في نفس الميعاد 5:30 مساء، ومن بعدها هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه، وان شاء الله يعني هيبقى يوم الاربعاء زي ما انت قلت هيبقى مباراه النادي الاهلي وفاركو في 9 مساء. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وكل لاعيبه النادي الاهلي، يكون التوفيق معاهم والتوفيق حالفهم، كمان ربنا يجنب كل لاعبينا الاصابات، وان شاء الله بقيه اللاعبين المصابين احمد زي ما قلت لك يكونوا موجودين مع الفريق الفتره اللي فاتت الفتره الجايه، ده هيدعم كتير جدا الفريق وهيفرق معاه فنيا ومعنويا في ارض الملعب ان شاء الله. احنا في حاجه لكل ورقه ممكن يستخدمها مستر ريكاردو سواريش عشان نقدر بس نكمل الموسم ده، وان شاء الله باذن الله نحقق مطلوب من لاعبتنا انها تحقق بس المكسب في كل المباريات المتبقيه، اما بقيه الحسابات فنسيبها لبعدين. بشكر الزميل العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرين النادي الاهلي او عوده النادي الاهلي للتدريبات مره ثانيه استعدادا لمواجهه فاركو. فاصل وهيكون بعد الفاصل معانا في السادسه واحد من اهم اسماء او من اهم نجوم الكره الافريقيه، واحد حقق لقب الافضل على مستوى قاره افريقيا وهو طبعا نجم المنتخب الزامبي، واحد من اساطير الكره الزامبيه كمان هو كالوشا بوالي، هيكون ضيفنا في السادسه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نقابله على الهواء مباشره. النهارده معانا واحد من اساطير الكره الافريقيه واساطير الكره الزامبيه، واحد من اهم نجوم الكره الافريقيه في فتره الثمانينات والتسعينات، كالوشا بوالي نجم زامبيا ونجم ايندهوفن السابق، ضيفنا في السادسه. الحقيقه يمكن انا بشكره مرتين، شكر الاول على موافقته على الظهور معنا في السادسه على شاشه الاهلي، وشكر تاني الحقيقه لانه رغم انه كان عنده يعني حاله طارئه لكن ده ما منعوش من ان هو يحافظ على التزامه معنا ويظهر معنا. يمكن مش هيكون فيديو كونفرنس لكن مداخله تليفونيه لكنها في منتهى الاهميه. خلينا نرحب بيه ونقول له شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسه. Thank you so much. شكرا شكرا جزيلا، أنا أقدر جدا وجودي معكم. يعني في البداية الحقيقة أنا حابب أستعيد الفترة اللي تألقت فيها، أنت يمكن حصلت على لقب الأفضل في أفريقيا أعتقد سنة 88، ومن بعدها يمكن مرت الكرة في زامبيا بمأساة كبيرة طبعا نتيجة تحطم الطائرة اللي كانت بتقل المنتخب الوطني، رغم كده يمكن أنت نجحت الحقيقة في قيادة منتخب زامبيا للوصول لنهائي بطولة أفريقيا سنة 94. الحقيقة حابب أتكلم معاك عن المرحلة دي ودورك كقائد للمنتخب الزامبي في التوقيت ده، وإزاي تعاملت طبعا مع الأمر المفجع اللي حصل لمنتخب زامبيا في سنة 93 بسقوط الطائرة اللي كانت بتقله. حسنا شكرا جزيلا لك، شكرا لدعوتي لهذه المقابلة. One people, everybody loves football. The fans they love their football. Great history. الكرة الزامبية لديها تاريخ كبير في أفريقيا. وأعتقد أن ما حققناه في الكرة الأفريقية ملموس. نعم لقد تغلبنا على الأمر بأنفسنا.
واستطعنا ان نصنع شيئا لامتنا. كما تعرف فإن الكرة الزامبية منذ عام 1974 كانت تحقق الكثير من الإنجازات في الكرة الإفريقية، ولكن الأمر كان صعبا بعد الحادث الذي ذكرت. كان لدي فرصة أن أقود الفريق القومي الزامبي في هذه الفترة. When I was 20 and a half years old, and I play. لم يكن الأمر بالسهل بالطبع، ولكن أستطيع أن أقول أن أستطيع أن أقول أن الأمر كان صعبا، ولكن المنتخب الزامبي ككل كان فريقا جيدا واستطاع التعافي بسرعة. وكان الامر حينما ايضا قابلنا مصر، استطيع ان اقول ان استطاع المصريون انفسهم ان يروا جوده المنتخب الزامبي في هذا الوقت، وتاهلنا لنهائي بطوله افريقيا كان خير دليل على هذا. واستطيع ان اقول ان زامبيا كما كان لها لحظات سعيده في كره افريقيا، فاستطيع ان اقول انها تستطيع ان تستعيد ذلك التاريخ مجددا. لعبنا ضد منتخبات قويه، نيجيريا، كاميرون، الجزائر، واعتقد اننا قادرون على استعاده هذا التاريخ مره اخرى. يعني بمناسبه المواجهات اللي جمعت بين الكره الزامبيه والكره المصريه سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه، اهم ذكرياتك اللي بتربطك بمواجهات مصريه زامبيه، واذا كان في يعني مواقف ما تنساهاش، واذا كان في علاقات ربطت بينك وبين نجوم كره مصريه، يعني يهمني جدا اسمع منك واستعيد معك ذكريات المرحله دي. بالطبع حينما كنت أزور مصر كان لدي لحظات سعيدة مع الشعب المصري ككل. أعتقد أني زرت مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. زرت القاهرة في أول رحلة لي. والناس كانوا رائعين. أعتقد أن بالنسبة لي كان لم أكن أعرف أفراد منتخب مصر في هذا الوقت قبل أن أقابل المنتخب المصري، ولكن بعدما واجهت منتخب مصر كان لدي خلفية جيدة عن طبيعة المنتخب المصري. أعتقد أن حينما تلعب داخل قارة أفريقيا يصبح الأمر صعبا في التواصل، لكن أعتقد أن حينما خضت بطولة أفريقيا وتواجهنا مع مصر وتعرفت، كان حينها حارس المرمى المصري كان حارس مميز. حينما تواجهنا مع مصر استطعنا أداء مباريات جيدة، ولدينا تاريخ حافل مع الكرة المصرية. عايز أسألك بمناسبة كلامك على الكرة المصرية والكلام على الكرة الأفريقية بشكل عام، يعني أنت الفترة اللي لعبت فيها فترة الثمانينات دي الحقيقة كانت أفريقيا كلها بتقدم يعني مجموعة من أهم المواهب في تاريخها كلها، كالوشا بواليا من زامبيا، محمود الخطيب من مصر، حسن شحاتة من مصر، عبيدي بيلي من غانا، روجي ميلا من الكاميرون وغيرهم، يعني ورابح ماجر من الجزائر. يعني فترة، والحقيقة من الجيل ده مرورا بأجيال كثيرة بقى، يعني 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 على سبيل المثال الحصري، يعني صامويل إيتو وجي جي أوكوشا وغيرهم من النجوم، وصولا لمرحلة النجوم الأفارقة المتألقين حاليا، ساديو ماني في بايرن ميونخ، محمد صلاح في ليفربول، رياض محرز في السيتي وغيرهم طبعا من النجوم.
على مدار الفترات الطويلة جدا على مستوى اللاعبين والأفراد نجحت الكرة الأفريقية في تحقيق أهم وأبرز الألقاب على مستوى الأندية، لكن لغاية اللحظة دي مفيش منتخب أفريقي قدر إن هو يحقق إنجاز كبير جدا على مستوى بطولة كأس العالم. من وجهة نظرك إيه السبب وإزاي بتبص لمشاركات المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2022؟ نعم هذا سؤال جيد. أستطيع أن أقول أن أفريقيا استطاعت أن تخرج العديد من اللاعبين المميزين كما ذكرت، رابح ماجر كما ذكرت، محمود الخطيب، وكذلك روجي ميلا في الكاميرون بالطبع. ولكن الاختلاف الوحيد هو هل أفريقيا في هذا الوقت كانت قادرة على أن تظهر بالشكل المشرف في البطولات العالمية؟ أستطيع أن أقول أن يوجد المنتخبات الأفريقية ظهرت بشكل جيد في كأس العالم، ولكن أستطيع أن أقول في كأس العالم القادمة أتوقع أداء كبير ومشرف للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم في قطر. وأعتقد أن ساديو ماني ومحمد صلاح حاليا هما أميز لاعبا في أفريقيا حاليا، وكنت أتمنى وجود مصر بجانب السنغال في كأس العالم، ولكن ما حدث. وأيضا الكاميرون لديه منتخب قوي. لا أقارن بين المنتخبات هنا، ولكن أستطيع أن أقول حينما مثلا زامبيا خسرت أمام المغرب كانت زامبيا مرشحة لتتأهل لكأس العالم. لا، لكن خليني أرجع لسؤالي تاني. يعني معظم الدول الأفريقية الكبيرة عندها عدد كبير جدا، معظم المنتخبات الأفريقية بالفعل كلاعبين يعني محترفين في دوريات كبيرة وبيلعبوا الأندية أوروبية كبيرة وبينافسوا وبيحققوا ألقاب بطولات أوروبية، ومعظم الأجهزة الفنية في قارة أفريقيا برضو بتعتمد على أسماء. وأعتقد أنتوا كان ليكوا تجربة ناجحة جدا مع هيرفي رينار في 2012 وفزتوا معاه بلقب بطولة أمم أفريقيا. فإذا كان الحقيقة اللاعبين عندهم ثقافة الاحتراف وتحقيق البطولات الكبيرة جدا مع أنديتهم في أوروبا والأجهزة الفنية كمان من أوروبا، إيه اللي بيمنع أن يبقى في منتخب أفريقي قادر على الوصول على الأقل مباراة نهائية في بطولة كأس العالم؟ نعم بالطبع هذا جيد. في أفريقيا بالطبع لدينا لاعبين محترفين ولاعبين على أعلى مستوى، ولكن على المستوى الفردي هذا هو الاختلاف. المنتخبات الأفريقية الآن تحتوي على أفضل لاعبين وأفضل جودة لاعبين مرت بأفريقيا منذ مدة، ولكن على المستوى الفردي وليس على المستوى الجماعي. الكرة الأفريقية الآن ولكن على المستوى الجماعي الفرق الأفريقية الآن لديها تفتقر إلى الشخصية القوية على المستوى العالمي. لديك المهارة والموهبة، ولكن أن تتأهل لدور الثمانية ودور نصف النهائي أمرا صعبا، ولكن من يعرف، ربما الكرة الأفريقية ربما يتميز منتخب أفريقي ويتأهل لهذه الأدوار البعيدة. أعتقد أن يجب علينا أن نحسن من وضع منتخباتنا على المستوى الجماعي وعلى المستوى المنظومة، لأننا متميزون على المستوى الفردي كما ذكرت. طيب هرجع معاك للكرة الأفريقية، ولكن بعيدا عن قارة العجوز وبعيدا عن أوروبا، الكلام على الكرة الأفريقية على مستوى القارة نفسها، إزاي بتشوف تطور الكرة في أفريقيا، تطور المسابقات، قدرات الأندية؟ ويمكن الأهلي المصري في آخر نسختين من مشاركته في كأس العالم قدر يتفوق على أندية من المكسيك، قدر يتفوق على أندية من آسيا، قدر يتفوق على أندية من أمريكا الجنوبية، بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل. ازاي بتشوف تطور المسابقات على مستوى القاره الافريقيه، وايه اللي بتحتاجه المسابقات الافريقيه عشان تبقى افضل، وخصوصا ان في كلام على مسابقه السوبر ليج؟
نعم الأهلي وخصوصا تحت قيادة كوتش بيتس موسيماني أدى أداء رائعا في كأس العالم، استطاع أن يفوز على أبطال أمريكا الجنوبية واستطاع أن يفوز على أبطال آسيا. الأهلي بالفعل كان، أستطيع أن أقول أن هذا كان أمرا جديدا بالنسبة لنا أن يظل الفريق في هذه المرحلة المتطورة لمدة. أعتقد أن النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني استطاع أن يفعل ذلك، كانت المنظومة منظومة جيدة فعلا، ويدل على مدى قوة الكرة الإفريقية. ولكن لا أستطيع أن نعمم الأمر، فهذا خاص بنادي واحد في مسابقة، ولكن الأمر لا أستطيع أن نعممه على كامل قارة إفريقيا. أن نرى جميع أندية إفريقيا أو كثير من أندية إفريقيا تؤدي بهذا المستوى الرائع، الأمر صعب. طب الكلام أو الحديث عن 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 قصة استحداث بطولة جديدة في إفريقيا بيتبناها الاتحاد الأفريقي تحت مظلة الفيفا، وهي فكرة السوبر ليج، البطولة اللي قبلت بهجوم شديد جدا في أوروبا، قبلتها بعض الأندية على استحياء يعني، لكن طرحت الفكرة في إفريقيا أنها تتلعب بداية من الموسم المقبل، رأيك فيها وهل ممكن أنها تضيف أو تساعد على تطوير الكرة داخل القارة الأفريقية ولا لا؟ أنا في واقع الأمر لم أدرس الأمر جيدا لبطولة السوبر ليج. أنا تركت الكاف منذ سنوات، وبعد ذلك لا أعرف الحالة العامة لطبيعة الأمر من داخل الاتحاد الإفريقي. ربما يكون الأمر مفيدا، لكن لا أعرف هل هذه سبيل جيدة لتطوير الكرة الإفريقية. بالطبع هم يعملون دائما على تطوير الكرة الإفريقية كما يقال، ولكن أنا إذا أردت أن أقول فأقول أن الأندية نفسها يجب عليها أن تطور من أنفسها، فالفريق الصغير يجب عليها أن يعمل ويجتهد وينظر إلى الفرق الكبيرة في إفريقيا كما ذكرت. ولكن أنت كنت يعني لفترة قريبة يمكن لغاية 2019 كنت يعني بتعمل في الفيفا، كان ليك منصب داخل الفيفا أو داخل إحدى اللجان التنفيذية في الفيفا، الفكرة نفسها قبلت برفض من قبل الفيفا في عند تطبيقها أو طرحها للتطبيق في أوروبا، ولكن الفيفا نفسه هو اللي بيتبناها لجاني إنفانتينو رئيس الفيفا، ويتبناها أنها يتم تطبيقها في داخل القارة الأفريقية، وده بالنسبة لنا كان علامة استفهام. نعم الأمر مفهوم تماما، فالأمر غريب، فيجب علينا أولا أن نلعب البطولات الإفريقية أولا، ومن ثم أن ننظر لبطولة أخرى. ولكن إذا نظرت يوجد منتخبات ناشئة تحتاج للفرصة، في يوجد لدينا أبرز لاعبين يلعبون في داخل البطولة القارة الإفريقية وليس في أوروبا فقط، ويحتاجون أيضا إلى الفرصة للمشاركة في بطولات جديدة. أعتقد أن الأمر يتوقف على الأجندة وأجندة مباريات الفرق سواء على مستوى الأندية أو مستوى المنتخبات. ولكن أي فكرة جديدة يجب أن ننظر لها بعين الاعتبار. صحيح. كالوشا بواليا نجم الكرة الزامبية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. والحقيقة بمناسبة الأجندة بقت فوق طاقة البشر والاحتمال. النهاردة بنتكلم على وجود بطولة طبعا قارية، بطولة أمم إفريقيا اللي بتقام كل سنتين، عندنا بطولة مستحدثة دلوقتي بقت تحت مظلة الفيفا وهي بطولة كأس العرب، مشاركة اللعيبة مع الأندية بتاعتها، بطولة كأس العالم للأندية، عدد كبير جدا من البطولات الحقيقة محتاج لإعادة نظر في الفواصل والمساحات اللي ممكن من خلالها اللعيبة وخصوصا الدولية منها تحصل على الراحة. هكلمكم بقى بالتفصيل على، أنا بشوف إنه ده الخبر الأهم المفروض إنه يتم تسليط الضوء عليه النهاردة، كأس العالم في نسخة 26 هيكون 48 فريق مع إعادة توزيع حصة كل قارة من القارات بشكل مختلف تماما عن اللي احنا تعودنا عليه. ايه القصة والحكاية والرواية؟ تابعونا في السادسة بعد الفصل.
البرازيل. يعني مع كامل الاحترام لكل الاسماء التاني، هتقول لي تشيلي، هتقول لي كولومبيا، هتقول لي يعني فنزويلا، هتقول لي بقى ما اعرفش مين، بيلعبوا كره حلوه وعندهم امكانيات ومهارات شبهنا كده في افريقيا، لكن ما عندهمش شخصيه البطل. القصه في اوروبا بقى غير شويه. القصه في اوروبا ممكن تقول ان عدد المنتخبات اللي عندها الشخصيه او اللي ممكن يبقى عندها فرصه احراز اللقب اكبر بكتير من امريكا الجنوبيه. يعني نتكلم على منتخبات بحكم مثلا لو بصينا في الجنوب كده، هنلاقي عندنا البرتغال، اسبانيا، ماشي ممكن تبقى منتخبات مرشحه، فرنسا، ايطاليا، المانيا برضو موافق، انجلترا، هولندا، بلجيكا اكيد. يعني بتتكلم في تقريبا 8 فرق ممكن يبقى ليه حظوظ، منها بالمناسبه فريق زي بلجيكا من دورتين ثلاثه فاتوا ما كانش موجود على الخريطه، يعني عشان بلجيكا مع عمرها في يوم من الايام كانت قوه عظمى يعني في كره القدم. لكن علامه الاستفهام كانت بالنسبه لي في الموضوع ده، هو ليه قاره زي اوروبا تاخد 16 13 مقعد في كاس العالم، وقاره زي افريقيا لما الفيفا انعم عليها بعد ما كنا مقعدين بس، يعني مصر لما لعبت كاس العالم 90 كنا احنا والكاميرون فقط لا غير ممثلين عن قاره فيها اكتر من 50 دوله، في حين انه امريكا الجنوبيه مثلا تقريبا 5 مقاعد في قاره صغيره جدا، اعتقد 13 او 14 يعني في موضوع الدوله. فنشوف توزيع بطوله او توزيع المقاعد في كاس العالم كان متوزع ازاي على القارات الخمسه، لما وبالمناسبه الاحتمال الاكبر ان نسخه قطر 2022 تكون اخر نسخه بالنظام ده، وهي النسخه اللي بتستضيف فيها بطولة كأس العالم أو بيظهر في نسخة كأس العالم فيها 32 فريق. نشوف مع حضراتكم التوزيعة الجديدة، وهي ما زالت مقترحة والنسب اللي فيها ما زالت في إطار الاقتراحات، لم يتم الإعلان عنها رسمي. دي مفترض إنها تبدأ من نسخة 26 كأس العالم 2026. أوروبا بدلا من 13 مقعد نصيب الأسد طبعا، هيوصل عدد المقاعد للفرق المشاركة من قارة أوروبا ل 16 مقعد. آسيا من 5 مقاعد يرتفع نصيبها ل 8.5 مقعد، وإفريقيا يتضاعف عدد مقاعدها عشان يوصل من 5 تقريبا الضعف ل 9.5 مقعد، وأشرح لكم حكاية النص ده. الكونكاكاف هتوصل ل 6 مقاعد بدلا من 4.5، وأمريكا الجنوبية 6 مقاعد بدلا من 4.5، وأوقيانوسيا هيبقى ليها 1.5 مقعد بدلا من نصف مقعد. الارقام دي مبدئيه وحسابيا هي فيها مشكله شويه هشرحها لكم دلوقتي، لكن النص مقعد ده دايما بيبقى فكره انه اذا كنا بنتكلم على افريقيا مثلا هيبقى ليها 9.5 مقعد، ده معناه انه التسعه اللي هيتاهلوا بشكل مباشر لبطوله كاس العالم دول راحوا خلاص، اللي هيحصل على الترتيب رقم 10 ده معناه ان هو هيصفي بقى مع تاسع الترتيب من قاره اسيا او خامس الترتيب من امريكا الجنوبيه، او يعني طبعا ما اعرفش الفيفا هيختار مين يصفي مع مين، اسيا دايما بتصفي مع استراليا مثلا، الكونكاكاف بتصفي مع امريكا الجنوبيه، لكن اقصد اقول انه بعد التسعه اللي هيتاهلوا بشكل مباشر هيبقى في مرحله اخيره من التصفيات هتجمع الفريق اللي بيحتل رقم 10 في افريقيا مع فريق اخر من قاره اخرى. القصه في التقسيمه دي وليه بقول لحضراتكم انها فيها شويه عدم دقة، أولا أنه لما عدد الفرق يوصل ل 48 أشك أنه يبقى في دول كتير على مستوى العالم تقدر تستضيف 48 منتخب في نفس التوقيت. يعني لو بتكلم عن النسخة دي في قطر أشك على قدرة قطر أنها مثلا تستضيف، مش تقليل من إمكانياتها ولا قدراتها، لكن نتكلم على عدد الملاعب هيزيد، عدد الفنادق هيزيد، عدد وسائل ملف الدولة يحتاج ملف دولة كبير، وخصوصا أنه الدولة اللي بتستضيف البطولة بيبقى ليها مقعد. لو حسبنا عدد المقاعد دي هنلاقي انه يتبقى فقط في النهايه نصف مقعد، وده ما يحصلش مثلا مع ملف مشترك بيتقدم من دول زي امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، والمكسيك، وكندا. لكن في نهايه الاحوال يبدو ان التوجه قائم بالفعل في الفيفا، وهنشوف الايام اللي جايه هتسفر عن ايه نتيجه توزيع مقاعد القارات الخمسه في البطوله. فاصل ونرجع لحضراتكم. بالتأكيد الموقف مش أحسن حاجة، وفي ظروف كتير جدا صعبة مخلية كل حاجة ماشية ضد التيار، لكن بالتأكيد برضو ما زال عندنا ثقة كبيرة جدا في فرصة النادي الأهلي. وصحيح أنه الظروف في منتهى القسوة على الفريق وعلى الجهاز الفني، لكن يهمنا جدا نسمع خلاصة تجربة واحد من أهم نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية الحقيقة، كابتن مجدي طلبة اللي بنستمتع بيه دايما وبلقائه في السادسة. مساء الخير كابتن مجدي، منور الدنيا. نور أحمد أستاذ حضرتك. يعني انا يمكن كنت ابتديت ادردش معاك قبل الفاصل كده ما نرجع الهوا، خليني ابتدي بالسؤال الاهم.
العنوان الأساسي، هل ما زالت فرصة الأهلي قائمة في العودة والمنافسة على الألقاب سواء بطولة الدوري أو بطولة الكاس، ولا شايف أن الموسم ده الدنيا صعبة وعلينا أن احنا نغير من أهدافنا في يعني في الفترة اللي جاية؟ لا، ما هو هدف من ضمن الأهداف هو قراءة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، التوقع اللي هنعمل فيه ايه. قراءة الحاضر اللي احنا شايفينه ان احنا عندنا في ظروف صعبة بيمر بيها التيم والنادي الاهلي، اتجمعت كلها مع بعض، ما اعتقدش انها كلها كانت متوفرة لاي جيل من الاجيال او توفرت لاي جيل من الاجيال مع بعض. انا سألتك حتى كنت بقول لك هل قابلته او واجهته في ظروف مشابهة وانت بتلعب حاجه شبه الظروف بالشكل ده؟ لا، انما سوق مستوى لوحده، سوق مستوى لوحده، غيابات لوحدها، ضغط مباريات لوحدها. أيوة. كان كله مع بعضه، انما كله مع بعضه لا حصلش. انا ما افتكرش ان احنا مرينا بحاجه زي كده. طبعا اسباب كلها صعبه. أيوة. جدا، ان كل سبب من الاسباب دي لوحده علاجه عايز وقت وعايز مجهود كبير جدا، فما بالك بالتلاتة. إنما في الأول وفي الآخر أنت عندك عدد فرق النقط اللي موجودة بينك وبين المتصدرين أقل من عدد المباريات المتبقية، فأنت إذن لسه جوه الملعب. المشكلة هنا عندنا أعتقد يعني أكتر من الجهد البدني والحمل البدني اللي موجود واللي باين إن في إصابات كل مباراة اللي لازم يبقى تحط لها قوسين كده. في عندنا الإصابات ولا الضغوط؟ ما هي الإصابات جاية نتيجة ضغوط. ولازم نخلي بالنا كويس جدا إنه التيم دلوقتي مش محتاج أي جهد ولا أي مجهود بدني، يعني حتى خطة الأحمال اللي بيشتغل في النادي الأهلي ما أعتقدش إنه بيعمل أي حاجة، يعني ما أعتقدش إنه عنده أي حاجة غير إنه يعمل استشفاء فقط لا غير، لأنه هو بيلعب يوم وبيريح يوم وبيجهز يوم وبيلعب يوم ثالث. أيوة. فما عندوش وقت إنه يعمل أي نوع من أنواع هو خليني أشوف حسبتك أنت شخصياً، المستوى وسيبك من النتائج، يعني هو انا بتكلم على مستوى، على الاداء، على الحاله بتاعه الفريق، سواء كنت بتكسب او بتتعادل. احنا اخر ثلاث ماتشات كسبانين ماتشين ومتعادلين مع المقاولين. الحسبه دي او المستوى ده بالنسبه لكابتن مجدي طلبه منطقي طبيعي في الفتره اللي احنا فيها؟ لا. في الفتره اللي احنا فيها لا، الفتره اللي احنا فيها محتاجين مكسب 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 مكسب، عشان احنا عندنا نقص في الـ في الـ في الـ في الـ في عدد النقط عن عن المتصدر. لكن لما بتبص لحاله الفرقه، الكره اللي بتلعبها النادي الاهلي، هل شايف انه منتهى القسوه انك تهاجم اللعيبه او تقول ان اللعيبه مسؤوله عن ده، ولا شايفه انه ده طبيعي وان اللعيبه دي معاها يعني عذرها انجاز التعبير في الكلمه في المستوى او في تراجع المستوى اللي احنا شايفينه منهم؟ لانه نفس اللعيبه دي لما بدات السيزون كانت فورمه تانية خالص، نتائج تانية خالص، اداء تاني خالص، سكورات تانية خالص. طيب انا هبدا من الاخر. تمام. كانت فورمه تانية وسكورز تانية وحاجات تانية. ايوه. بفكر تاني مش موجود دلوقتي. موسيماني مش موجود. موسيماني عمل حاجة، عرف ازاي يكسب انما ما عرفش ازاي يطور. ودي دي 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 المشكلة الكبيرة اللي في اللي عرف ازاي يكسب بس ما عرفش ازاي يطور. وهنا لازم نعرف ان المدربين او الكوتشات نوعين. نوع بيعرف يكسب ويطور. ايوه. ونوع بيعرف يكسب بس ما بيعرفش يطور. اين توكل الكتف يعني زي ما بيقول. انا بتكلم عن المدربين الكبار دلوقتي. ايوه. فهنا ما ينفعش ان انت تبقى في النادي الاهلي وما تطورش، ما ينفعش. يعني انا ما ينفعش بعد 24 شهر ولا 8 ولا 12 18 20 شهر تقريبا. ايوه. مده اما اجي اشوف المستوى بتاع سين صاد عين بعد 20 شهر هلاقيه هو نفس المستوى من قبل، زي قبل 20 شهر. تمام. فدي مشكلة كبيرة جدا هي اللي مقابلة النادي الأهلي دلوقتي. إن مفيش تطور في المستوى، مفيش حد نقول عليه بقى واو أو طلع لليفل تاني أو ليفل تالت. يقدر سوارش أو مطلوب من سوارش
انه يعمل التطور ده لازم. من وجهه نظرك في الوقت ده؟ لا في الوقت ده مش هيقدر، في الوقت ده مش هيقدر، مستحيل. زي ما قلنا صعب جدا جدا، وهو جاي بيدفع فاتوره مش بتاعته. هو جاي بيحاسب على المشاريب اللي هو ما شربهاش. ايوه فهي دي. بس هو تحمل مسؤوليه خلاص، طالما جه يبقى هو متحمل مسؤوليه. فاذا المهم دلوقتي ان اللعيبه كلها لازم تستوعب المسؤوليه او قدره المسؤوليه اللي موجوده على عاتقهم، لانها مش سهله، مسؤوليه كبيره جدا. ولعيب النادي الاهلي اللي بيشيل فانيله النادي الاهلي لازم يبقى عارف انه من اهم صفات هذا اللاعب هي نمره واحد تحمل مسؤوليه، ونمره اتنين تحمل مسؤوليه، نمره ثلاثه تحمل مسؤولية. دي يعني ايه تحمل مسؤوليه؟ يعني تضحيات، قدامها تضحيات كتيره جدا جدا في الوقت الحالي اللي احنا فيه. يعني لا بيت ولا صاحب ولا قريب ولا اي حاجه، نمره واحد الفريق الفريق الفريق. ده دي نمره واحد، ونمره اتنين ونمره عشرة في الوقت الحالي. ما فيش فيه لا صاحب ولا زي ما قلت ولا بيت، كل ده لازم يكون بيعضد ويساند للتيم، لشغلي في التيم. لو في اي حاجه تانية هتبقى الدنيا مش سهله. طب نرجع ازاي كابتن مجدي؟ يعني لو اتكلمنا كوره، الاهلي بيكسب او بيخسر او بيتعادل، نفس الـ 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 الانطباع العام عن مستوى اداء الفريق في حاله بعد عن تراجع في المستوى، اكيد كتيم أكيد وكافراد. أكيد. اذا كنت بتكلم مستر سواريز دلوقتي، انت شايف ايه الطريقه اللي ممكن الاهلي يرجع بيها تاني يقف على رجله عشان يقدر يكمل الموسم؟ هو اختار الطريقه الاخرانيه وشغال بيها، وشغال بيها كويس، ودي الطريقه اللي كانت تنفع النادي الاهلي من فتره طويله، من حتى من قبل ما يشتغل موسيماني، او يعني هو ثلاثه هي الطريقه اللي تنفع لتيم النادي الاهلي، لانه عنده وينج باكس بتشتغل كويس هجوميا، وعندهم بعض الديفوهات في الدفاع. تمام. فاذا لازم اهمنهم بشتغل بثلاثه، خلاص الموضوع منتهي. هو دلوقتي بيشتغل بثلاثه، وبدا حتى الاداء يبقى في بعض الماتشات يبقى في بعض الصور اللي بتبان الفنيه الجيده. يكمل على دي وما يقلقش من دي، واللعيبه تاخد واجباتها وتكمل بواجباتها دي. انما المشكله هنا في الاصابات اللي عماله كل شويه. يعني الماتش اللي فات في اول ربع ساعه صلاح وعبادي اتنين. ايوه فالموضوع مش يعني هو ايه اللي بيحصل؟ عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. بس من واقع تعاملك مع المدربين الاجانب، يعني هنسيب المصريين على جنب، بيتهيألي المصريين لغه التواصل وادراكهم بثقافه اللعب المصري بتسهل شويه وبتاثر شويه من مده فكره ان احنا ناخد على بعض ونفهم بعض، ويقدر المدرب انه يقود الفريق معنويا ونفسيا قبل ما يكون فنيا وبدنيا. المدربين الاجانب بتحتاج وقت قد ايه عشان انت تفهم دماغ المدرب والمدرب يفهم امكانياتك، عشان تقدر تفهم وتنفذ تعليماته، عشان يقدر يتحكم في اللاعب بتاعه او في الفريق بتاعه من الناحيه المعنويه؟ احنا كنا بنتكلم في الفصل حتى على اهميه فكره الثقه اللي بيديها المدير الفني للفريق واللاعب بتاعه. هنا المترجم عليه دور كبير. اللي عليه الدور الاكبر انه يختار الالفاظ ويختار المصطلحات الصح اللي تتقال. لان انا هنا ما بتكلمش بنفس اللغه. ايوه ممكن كلمه يقولها المدرب تترجم غلط مثلا، تترجم لا مش تترجم غلط يعني بس تترجم باضعف المعاني بتاعتها. تمام. فدي مهمه جدا. أيوة. انه المعنى اللي عايز يوصله، ما هنا دي مشكله وصعوبه التعامل مع الاجانب، انه بيبقى عاوز يوصل لك حاجه معينه باكسبريشن معين. أيوة. ممكن المترجم يكون مش عارفه او مش واصل له في الوقت ده. هنا لازم يكون في بينهم وبين بعض تواصل قبل الكلام اللي هيتقال، علشان يعرف يوصل الفكره اللي عاوز يقولها المدير الفني. لازم توصل بأسرع وأقوى كلام مؤثر. يعلم، لازم يوصل بكلمات تعلم، علشان ما يقعدش يوصل على طول للعيب وانس انه اقتنع بمرة في الثانية خلاص. اي حاجة بتتقاله بعد كده بيعملها. تمام. فده مهم. طيب. التواصل مهم جدا 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 عن طريق المشكلة انه يبقى عن طريق
مترجم. طيب عايز اخد رايك في حاله المعاناه اللي بنحسها على مدار ال 90 دقيقه، يعني انت النهارده بتلعب مع الجونه بتعاني لغايه لما بتكسب بتسجل. بتسجل الاول، انت مسجل، احنا مسجلين هدف الاول في الجونه اعتقد في الدقيقه في البدايه. الجون الاولاني دخل بدري، لكن ماتش المقاصه مثلا جون جه متاخر، ماتش المقاولين 90 دقيقه وركله جزاء واكثر من كره ثابته على حدود المنطقه وكذا فرصه جوه وكوارث تحكيميه طبعا يعني مش هنعيد ونزيد فيها، لكن في النهايه انت بتعاني عشان على الرغم من اللحظه في اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي الاهلي هو الاقوى، اقوى خط هجوم في او اكثر فريق سجل عدد من الاهداف في مسابقه الدوري. ليه المعاناه دي حاصله او ايه اسبابها وايه الحلول من وجهه نظر كابتن مجدي؟ اسباب ضعف التهديف الفتره الاخرانيه، ومش ضعف التهديف بس، لا هو قله الفرص كمان، ضعف الفرص لان احنا عندنا مشكله في ان فرصنا ما سجلناش في بيراميدز، ما سجلناش في في في, في وما سجلناش في في المقاولين، وما سجلناش في لا الزمالك سجلنا فيه هدف لكن هي اخر خمس ماتشات يعني كل ده من ضعف الفرص اللي بنوصل بيها للجول. في ماتشات يعني احنا لما بنيجي نتكلم على الماتشات بتاعه المستوى الثاني اللي بنقابلها بيعمل اللي بيعمل باركينج في في في, في الديفنس ده بيعمل بيعمل لك مشكله اللي هو بيوقف الفرقه كلها التيم كله قدام ال 18 كده فده بيعمل لك مشكله في انه بيخنق لك المساحات، فهنا بتطلب متطلبات تانية، لازم يكون عندك حلول فرديه اكتر. وجهه نظر انا الشخصيه ان ده دايما المدربين يقول لك الحل الامثل لفك الزون اللي على المنطقه دوت هو التسديد او اللعب من على الاطراف والجناب والفلانكن اللي هي الكروسات الكرات العرضيه. انا وجهه نظري مش كده، انا وجهه نظري مش كده، انا وجهه نظري ان الحلول الفرديه في الجري بالكوره والمراوغه ودخول المنطقه الخطر فردي هو ده اهم شيء. ليه؟ لان المساحات اصلا ضيقه، فانت وانس ان انت تتخلص من حد من في المساحات الضيقه ديت ده معناها ان انت بتعمل نوع من انواع الارباك للمنافس في فك المساحات ديت. والدليل على كده في احد الماتشات الاخرانيه تقريبا كان ماتش جونه برضو لعبد القادر لا ما كانش لينا احنا، ما كانش الاهلي، كان ماتش اخر ماتش كان للجونه مش فاكر كان مع مين، وكان الحل كان حل فردي من الزون اللي بيتعمل حل فردي، دخل جوه ال 18 وراح مرقص الباك جاي الباك التاني بيخش معاه عمل بينالتي جاب جول وكان وفتح الماتش. ايوه احنا في ماتش الجونه برضو قبل الهدف الاولاني بتاعنا احمد عبد القادر عمل واحده من ناحيه الشمال كده وراح وسجل والكره اتحسبت اوفسايد. مين حلول، مين من وجهه نظرك الاوراق في الاهلي اللي عندها الحل ده كابتن مجدي؟ دي هنرجع هنا كده هنتكلم والناس هتزعل وهتبقى عندنا مشكله، عندنا مشكله في القصه دي. عندنا مشكله في الوان تو وان ده، عندنا مشكله دي لانه اجنحه بمعنى كلمه اجنحه في النادي الاهلي ما انا شايف انها عندنا نقص فيها. عندنا نقص فيها لانه الجناح هنا بنتكلم على انه حل من الحلول المهمه جدا في اي تيم في الدنيا في الكوره في كل انواع الكوره القديمه الجديده الحديثه المتوسطه زي ما انت تقول يعني لانه الجناح هنا مهمته انه يوصل المناطق الخطر ويسجل او يتصرف يسجل التصرف في المراوغه او التسديد او الاسيست للاعيبه اللي معاه. دي عندنا فيها انا اعتقد عندنا فيها مشكله كبيره، لازم دي من اهم الاولويات اللي لازم تبقى موجوده في التيم في الموسم الجديد. ده اهم نقطه، اهم نقطه لانه الجناحين هم اللي بيطيروا الطياره. الجناحين هم اللي بيطيروا الطياره. مين تراهن عليه في الاهلي حتى في الموسم يعني في سكواد الاهلي؟ مين شايف انه الموسم اللي جاي؟ انا شايف ان عبد القادر عنده قدرات مهمه جدا وعاليه. الفترة الأخيرة عنده سوء توفيق، إنما محتاج عنده بعض النواقص لازم يعرف كده كويس جدا، وهو كلاعب لازم يشتغل عليها لوحده قبل أي حد تاني. يعني إحنا ما اتطورناش كلاعيبة، تجربتي الشخصية مش المدربين اللي أنا اشتغلت معاهم بس هم اللي طوروني أدائي، لا خالص، جزء المدربين كانوا جزء وجزء مهم.
انما الجزء الاهم كان عندنا كمجدي. ايه اللي تتمنى تشوفه؟ اصل في ناس كتير شايفه عبد القادر يعني مش الاهلي بس، للكره في مصر عموما لو قدر يتطور الحاجات اللي حضرتك هتتكلم عنها دلوقتي ممكن يبقى اهم وافضل جناح موجود في مصر في السنوات في السنين اللي جايه. انا عايز عبد القادر يهتم كويس بالرؤيه المحيطيه اللي حواليه، يهتم كويس جدا بالباس. يعني عبد القادر بيفوت كويس جدا، سرعته والاكسلريشن بتاعه التسارع بتاعه بالكوره ممتاز. الدخول في المناطق الخطر بشكل ايجابي ممتاز، انما عنده مشكله في الرؤيه المحيطيه. ايوه بتاعته القريبه كمان مش البعيده، وعنده مشكله في الاهتمام بتاع الباص الفينش بتاعه. ايوه في لازم يهتم بيه. دول الحاجات دي، وخلي بالك الحاجات دي عاديه جدا تبقى موجوده في لعيب زي عبد القادر في السن ده في الوقت ده طبيعي جدا. ماذا والا كان زمانه بيلعب في مانشستر يونايتد. فهو الحاجات دي تتعدل وتتظبط، هيتطور اكتر وهيزيد اكتر وهيفرق مع التيم اكتر. طيب اكلمك على المشوار اللي فاضل، شايفه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي بدايه من مباراه فاركو، عندنا بعد كده لسه اسماعيلي، عندنا اتحاد، عندنا مصري، عندنا سيراميكا. شايف ماتشات الاهلي اللي فاضله ازاي وقدرته على انه يحسم النتيجه لصالحه في المباريات دي بدايه من فاركو يوم الاربعاء اللي جاي؟ نقدر ما نقدرش؟ لا اكيد نقدر. لا اكيد نقدر، شايف انه في ظل الظروف والمقدمات لانه ده النادي الاهلي. خلي بالك اي تيم بيلعب مع النادي الاهلي المدرب بتاعه بيقول له اول حاجه بيقولها له بيقول له ما تراهنش على الحاله اللي موجود فيها النادي الاهلي. يعني ما تنزلش مراهن على ان النادي الاهلي الظروف مستواه ما تراهنش على دي. ليه؟ لانك ممكن وانت جوه الملعب تلاقي حاجه تانية خالص. وده حقيقي. انه لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما في حاجه بتشدك، في حاجه بتجرك، في حاجه بتطلع الشرار من عينيك وانت شغال، في حاجه بتخليك ما ينفعش ما بتبقاش راضي عن الوضع اللي انت موجود فيه. لعيب النادي الاهلي دايما في مركز وفي مكانه عاليه. ايوه ان المكانه دي بالنسبه له تقل او تتهز قدام الناس او في عيون الناس اللي حواليه ما بيحبش كده، بيبقى امر مش محبوب بالنسبه له. هو عايز يسترجع المكانه دي، عن الطريق ده بيحاول يبذل كل المجهود اللي عنده. نتيجه ماتش النهارده ممكن تاثر في الحاله المعنويه وفي الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي في الماتشات اللي جايه، ولا علينا ان احنا ما نلتفتش لنتائج الاخرين ونركز بس؟ يعني المدرسه فيها ناس تقول لك ايه؟ مالكش دعوه بالنتائج المنافسين، دي مدرسه الاهلي، ركز في ماتشاتك، اكسب، اعمل اللي عليك وسيب الباقي بره بره حسابك. دي مدرسه النادي الاهلي. لكن في برضه مدرسه ثانيه تقول لك والله النهارده نتيجه المباراه لو مثلا يعني الزمالك خسر هيرجع الموضوع لكما كنت، وبتبقى منتظر بس تعادل وحيد لنادي الزمالك في ماتشاته المتبقيه تدخل في السباق بقوه تاني. فهل ممكن، هل انا كجهاز فني مثلا ممكن العب على الحته دي كناحيه معنويه واحاول اقوم اشحن البطاريات مره تانيه، ولا انت مع مدرسه انه بص في كراستك؟ انت هقول لك، قلت الكلام ده كتير والناس كلها عارفاه. في سنه من السنين كان الفرق 13 بونت. فدخل علينا الكابتن صالح الله يرحمه. كنت بتكلم على الموسم ده في اول حلقه. والله اللي هو الاهلي جاي من بعيد، كنت انا في الطريق بقى والدنيا زحمه. فاللي حصل ايه؟ ان الكابتن صالح دخل علينا الاوضه، كابتن ثابت قال ما حدش ينزل الملعب يا جماعه، مش نازلين الملعب، كابتن صالح جاي. فقعدنا مستنيين. جه ده قبل الماتش ولا قبل التمرين؟ قبل التمرين. قبل التمرين. قبل التمرين. الكابتن صالح دخل علينا ومبتسم وكله تفاؤل، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ نقول الحمد لله. اول حاجه قالها بعد ازيكم والسلام عليكم، احنا هناخد الدوري السنه دي. الفرق 13 بونت. وبالمناسبه في الوقت ده هولمان كان عقده سنه كتجربه. جدد له سنتين وانت لسه متاخر ب 13 بونت. جدد له سنتين وراح داخل علينا، احنا عرفنا الخبر بتاع التجديد. ايوه بتاع المدرب، وراح داخل علينا احنا هناخد الدوري. هنا في رساله بيقولها لنا تجديد المدرب، يعني ما نقعدش نفكر في المدرب قاعد مش ماشي. قاعد، ما دي مهمه جدا بالنسبه للتيم واللعيب وهو شغال مع المدرب بتاعه.
ايوه هو مكمل معاه ولا مش مكمل معاه، دي مهمه جدا، بتشغل تفكير اللاعب طبعا. طبعا وبتخليه ينصاع ويتجاوب اكتر. اوكي، لانه ده موجود، انت هتعمل كده هتعمل كده، انا قاعد انت مش موجود وهو موجود. ايوه اللي عايزه يعمله معاك هيعمله. تمام، فنقل الثقه دي فينا، قال لنا بس في شروط. الشروط هي ان انت بص للماتشات بتاعتك ومالكش دعوه بماتشات حد تاني. ودي مهمه جدا برضو، لانه طول ما انت بتكسب اللي حواليك قلقانين مهما كانوا هم في الطوب. انا بقول لك كان فرق 13 بونت. والله كنت بعد قبل ماتش المقاصه كنت بقول انه ماتشين المقاصه والمقاولين مهمين جدا من حيث التوقيت قبل مواجهه الزمالك وبيراميدز. الاهلي لما يبقى كسبان الماتشين دول قبل الاثنين ما يقابلوا بعض، الاثنين هيبقوا حاسين الاهلي ضاغط، فده هيصدر حاله توتر. اكيد ده مهم جدا، كان مهم جدا، عشان كده بنقول انت مالكش دعوه بغيرك ومالكش دعوه بنتائج غيرك وما تشغلش نفسك. يعني انا لو شغلت، لو انا بركز، لو درجه تركيزي أيوه. 70%، مفيش حد درجه تركيزه 100%. لو درجه تركيزي 70% 80% وشلت 10% مع ده و10% مع ده، طب ما انا بخسر. لا انا مش عايز اركز مع حد تاني، انا عايز 70% بتوعي مع فرقتي ادي منهم 70%. طيب ماتش فاركو اللي جاي، ايه اكتر علامات استفهام شايف على انه على مستر سواريش انه يذاكرها كويس ويجاوب عليها قبل مباراه فاركو بالنسبه لتيم فاركو؟ بالنسبه للمباراه، لانه خد بالك انت كمان تقريبا خط الهجوم بتاعك كله باستثناء حسام حسن مش موجود، انت الماتش الاخراني فقدت صلاح محسن واحمد عبد القادر، الحلول تقريبا اللي كانت موجوده قدامك قبلهم محمد شريف، قبلهم بيرسيتاو، قبلهم حسين الشحات، معاهم طاهر محمد طاهر، فانت اوراقك الهجوميه تقريبا 90% منها مش موجود في ماتش فاركو. هنا مهم جدا في لعيبه وسط الملعب اللي هيبقوا متواجدين. هل لعيبه وسط الملعب اللي متواجدين قريبين من الفورمه بتاعتهم ولا بعيد عن الفورمه بتاعتهم؟ الواجبات خلي بالك دي ممكن تبقى نقطه ايجابيه للتيم، لان كل الخطر اللي بيجي دايما على اي تيم منافس او اي تيم احنا بنلعبه مش اللي موجودين قدام البوكس، اللي جايين من تحت. فانت هنا هتستعمل كل لعيبه وسط الملعب بتوع المفاتيح بتاعتك في اللي جايه من تحت، حمدي فتحي اذا كان، اليو ديانج اذا كان، علي معلول جاي من وسط الملعب، اذا كان هاني او كريم او اي حد تاني من اللي موجودين، اذا كان وليد سليمان هيبقى متواجد، اذا كان ميكي سوني في الفتره اللي موجود فيها، ميكي سوني لو لعب في الطرف بيبقى افضل كتير جدا. ميكي سوني لعيب متحرك عنده سرعات فيقدر يستغلها في تواجده، يعني انا اتمنى انه ما يشتغلش على الاطراف ويشتغل من قلب الملعب. نورت الدنيا يا كابتن مجدي، ما لحقناش يعني نستمتع بيك وندردش معاك اكتر من كده، بس شرفتنا ونورتنا وبنسعد بيك دايما في السادسه بيتك ومكانك. شكرا ومكان ليك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي ليكم.